فيهوش باترنز مثلا، ما فيهوش يعني الميرور موجود بطبيعه الحال، انت مش محتاج تعمل ميرور في التيرنينج. طبعا لو كانت هناك اجزاء يعني محتاجه تعدي على التيرنينج ومحتاجه تعدي على الميلينج، يعني فيها فيتشرز ينفع تتعمل على الميلينج وفيتشرز لازم تتعمل على التيرنينج، فبنتعامل مع كل فيتشر لوحدها. يعني البارت بيروح على ماكت الميلينج الاول ونخلص كل الفيتشرز اللي ليها علاقه بالميلينج هناك، وبعدين بناخد البارت دوت على ماكينه التيرنينج ونخلص كل الفيتشرز اللي علاقه بالتيرنينج هناك، وبالتالي البارت نفسه ممكن يعدي على اكتر من ماكينه. عشان كده في حاجه اسمها الاوبريشن شيت وفي حاجه اسمها البروسيس شيت. البروسيس شيت هو ان انا اقول ان البارت دوت اوريدي من ساعه ما جاي الورشه عندي كرو ماتيريال هيعدي على الماكينه الاولانيه هتبقى كذا، والماكينه الثانيه كذا، والماكينه الثالثه كذا، والماكينه الرابعه كذا. ده اسمه بروسيس شيت، وبيتحدد في كل بروسيس من دول التايم الاستيميتد تايم اللي انت متوقعه. يعني مثلا ممكن بارت يحتاج انه يعدي على مكنه الميلينج ثم الدريلينج ثم التيرنينج ثم البروتشنج ثم الجرايندنج، دي ده كده خط انتاج لبارت معين. فعشان اعمل ديزاين لخط انتاج بشكل سليم لازم اعمل البروسيس شيت، وبتدرس البروسيس شيت بتدرس البروسيدنجز بتاعته بشكل سليم، بحيث ان انت لا تستبق عمليه او انك تسيب عمليه وتروح وبعدين تكتشف انك مضطر انك ترجع تاني للمكنه. فده اسم البروسيس شيت. انما جوه كل بروسيس هناك اوبريشن شيت، يعني خلاص وانس انك على مكنه التيرنينج اللي انت هتعمله هناك على مكنه التيرنينج كله بيتكتب في الاوبريشن شيت، ابتداء من الفيكسيشن والماونتيشن للورك بيس، استخدامك للنوع الشاك، يعني تحديدك للنوع الفيكسيشن نفسه ان هو هل هو 3 جو شاك او 4 جو شاك او فيس بليت او بتوين تو سنترز، الكلام ده كله حتى بيتكتب في الاوبريشن شيت. ومرورا طبعا بقى بالدايمنشنز بتاعه الرو ماتيريال وطريقه تثبيتها زي ما قلنا، والتول اللي انت هتستخدمها، نوع التولز اللي بتتحط مع كل اوبريشن بتتسجل في الاوبريشن شيت ديت. السيكونس طبعا ده اهم حاجه، يعني ده الاوبريشن شيت اساسا اتعملت عشان السيكونس دوت. يعني تقول مثلا هنعمل فيسنج ثم لونجيتودينال تيرنينج من دايمتر كذا لدايمتر كذا، ثم هنعمل ستريت تيبر بروفايل، وبعدين نعمل جروفنج، ثم نعمل ثريدنج، ثم نعمل شامفرنج او شامفرنج الاول وبعدين ثريدنج، وبعدين نعمل دريلنج هول اوف سنتر. كل الكلام ده بيتكتب بالتفصيل في الاوبريشن شيت. قدام كل اوبريشن بيتحط رسمه، قدام كل رسمه بيتحط الحسبه. يعني انت لما تيجي تعمل حسبه مثلا عمليه رافنج عاديه خالص، بيبقى في معادله بسيطه، تي بيساوي ال على اس ان، التي اللي هي التايم طبعا انت عايز تحصل عليه، ال اللي هو المسافه او المشوار اللي انت مشيته، بيتحسب طبعا الطول نفسه اللي انت مشيته بالاضافه الى الابروتش الاونس والاندنج الاونس. لما تيجي تعمل مثلا عمليه رافنج، ال ال دوت اللي هي المسافه على اس في ان اللي هي الفيلوستي اللي انت مشيتها، الاس بقى ديت اللي هي الار بي ام، اسف اللي هي الفيد، الاس اللي هي الفيد، والان هي الار بي ام. فلما يضربوا الاثنين دول في بعض يدي لي الفيلوستي. والقانون ده لو يعني لو بصيت عليه هتلاقي تي بيساوي ال على اس في ان، ده قانون عبيط، يعني اللي هو المسافه السرعة بيساوي المسافة على الزمن، أو الزمن هنا بيساوي المسافة على السرعة، أيا كان يعني. فمن القوانين دي بتقدر تعمل استيميشن لي أو أبروكسيميت تايم اللي هيتاخد في كل أوبريشن. لما تجمع كل الكلام ده على بعض بيطلع لك الإجمالي تايم اللي أنت متوقعه في هذه البروسيس، بروسيس على بروسيس على بروسيس، يطلع لك الإجمالي البرودكشن تايم بير بارت بير بارت. وبالتالي طبعا لو ضربت في عدد البارس يطلع لك إجمالي التايم اللي أنت محتاجه عشان تنتج الباتش ديت. فبناء عليه بتكتب في الكونتراكت ما بينك وبين الكلاينت والعميل. طبعا لو هنشتغل بشكل نظيف بشكل بروفيشنال، شكل بتتعاقد فيه مع شركات، أنا مش بتكلم هنا على واحد فاتح ورشة بيتعامل مع ناس عاديه جمهور عادي، انا بتكلم هنا على واحد بيعمل سب كونتراكتنج، يعني بيتعمل له هو سب كونتراكتنج، يعني هو في ناس ثانيه بتعمل سب كونتراكتنج ليه. فواحد زي دوت محتاج ان هو يدرس بالظبط، عشان بيبقى في كونتراكت بيتكتب وفي بينالتيز بتتحط في الكونتراكت دوت اكوردنجلي التايم، وبالتالي حسبه التايم هنا بالنسبه لنا تبقى مهمه جدا. طيب انا فتحت الموضوع دوت ليه؟ عشان تعرف الفرق بين الاوبريشن شيت والبروسيس شيت، وعشان تعرف ان ممكن يجي لك بارت البارت دوت ما انتش عارف هو يتعمل تيرنينج ولا يتعمل ميلينج. يعني مش شرط البارت يجي لك صريح كده تيرنينج او ميلينج، يعني في الحياه العمليه نفسها بقى براكتيكال وايز هتجد ان البارت ده نفسه في حاجات تتعمل لازم على ماكينه الميلينج، وحاجات تتعمل على ماكينه التيرنينج. عايز اقول لك انك في حاجات كمان ممكن لسه لغايه دلوقتي تتعمل على المقشات الرأسيه، لازم تتعمل على السلوتر.
الناس انا متوقع طبعا الناس تكون عارفه الفرق بين الشيبر والبلانر والسلوتر، يعني واخد بالك، يعني ممكن يبقى في مشقبيه جوه محتاجه تتعمل على السلوتر، طب انت هعملها على التورنج ازاي؟ فما تتعاملش مع البارت اللي هيجي لك، اللي هيجي لك دي انا مش قصدي بيها الامتحان يا جماعه. وبالمناسبه لسه جاي قرار دلوقتي بتاجيل الامتحانات، مش عارف انتوا سمعتوه ولا لا، الامتحانات ان شاء الله هتبقى ما بعد اجازه نص السنه، ما تفهمش ازاي، بس يعني هو ده اللي حصل، لسه قرار جاي دلوقتي، يعني الله اعلم بمدى صحته، بس هو المفروض جاي اكريديتد من الاهرام يعني. المهم ما علينا، فاحنا شغالين طبعا لغايه ما نشوف هيحصل فينا ايه. فاحنا انا بتكلم دلوقتي البارت يجي لك في الحياه العمليه، سيبك من الامتحان دلوقتي، بارت يجي لك في الحياه العمليه ورسمه جايه لك، وانت دلوقتي المفروض مسؤول عن تنفيذها. ما تحصرش نفسك في مكنه معينه، ما تلاقيش دماغك رايحه للترنج، لا هو الترنج، لا مش الترنج، ممكن ترنج وممكن بيلنج، ممكن بيلنج وبعدين ترنج وبعدين ممكن بيلنج وبعدين ترنج وبعدين ترجع تاني للبيلنج. دي كلها يعني خاضعه للخبرات اللي انت هتعدي بيها، كل الكلام ده بعد كده بتخلصه هتعدي على مكنه الجرايندنج. وممكن قبل الجرايندنج يبقى في مثلا زي ما قلت لك مشقبيه جوه محتاجين نعمل سلوتر، ممكن يكون في ستاند تروس، فهعدي الاول على مكنه جير هوبينج، وات ايفر يعني السيكونس اللي انت هتعدي عليه. اوكي، فاحنا دلوقتي بنتكلم على بارت، النهارده ان شاء الله بنتكلم على بارت اتضح تماما ان هو بيور تيرنينج ماشين، مش حتى مش هحتاج فيه خالص مكنه الميلنج. طيب طبعا السلايدات زي ما قلت لكم المحاضرات ديت اصلا معموله، يعني مش معموله على اساس انها تتاخد في اخر سنه، معموله تتاخد في اول السنه، فاحنا هنوازن ما بين ان احنا نمشي زي ما قلت لكم برضه المره اللي فاتت، يعني هنمشي بسرعه، مش هقدر اشرح كل الكلام ده فروم سكراتش، متوقع ان الكلام ده بالفعل اخذتوه مع دكتور منير واخذتوه ايضا مع باشمهندس جون، وفي نفس الوقت برضه مش همشي يعني مش هاسكيب الحاجات المهمه، يعني في الحاجات المهمه هقف عندها شويه، وهسمح طبعا بالاسئله عشان يمكن دي اخر مره النهارده، يعني حتى انا ما كنتش احتمال كبير ما كنتش اقدر اصلا ادي محاضره النهارده، لكن احتمال كده تكون دي اخر محاضره مره اديكوا فيها، او يعني يمكن تقريبا دي اخر مره ان شاء الله نشتغل فيها سوا. يعني هرجع بقى للدكتور منير اشوف لو هو في حد عايز يدخل مكاني يعمل اي حاجه، لكن انا بالنسبه لي النهارده تقريبا هتبقى دي اخر مره، فخلينا فرصه كويسه ان احنا نتكلم فيها عن اخر موضوع لينا. يبقى احنا كده اتكلمنا مع بعض في الهاردوير، خدنا اربع محاضرات، والميلنج خدنا فيها المحاضره اللي فاتت مهمه جدا، كانت قرب الساعتين او ساعتين الا ربع، حطينا فيها كل ما يتعلق بالميلنج فروم اي تو زد، نفس الكلام هنعمله النهارده ان شاء الله في الترنينج. طيب زي ما بقول لك انت الخطوات المنهجيه او الميثودولوجي اللي انت المفروض تفكر فيها اولا هو انك تحدد البارت بتاعك، هل هو ميلنج ولا هو تيرنينج ولا هو ميلنج على تيرنينج، تمام؟ فهفترض دلوقتي ان احنا ميلنج مثلا، فلو انت ميلنج بتدخل في الخطوه الثانيه هو انك بتحدد الستوك سايز او البلوك سايز اكس واي زد، فالاكس واي زد ديت بتحط الاونس على الزد اللي عشان تعمل عمليه الفيسنج او تعمل حسابك ان انت هتعمل فيسنج، فما بينك هتعمل فيسنج فهتشيل من الزد، فبالتالي بتزود المقدار اللي انت هتشيله دوت على البلوك سايز في الزد. وفي نفس الوقت برضو طبعا كلمه بلوك سايز او الستوك سايز الاثنين واحد، نفس الكلام برضو بتعمله في الاكس واي، فانت بتشوف الـ يعني البوردرز بتاعه البارت بتاعك، البارت اللي هو الورك بيس النهائيه اللي انت عايز تحصل عليه، البارت النهائي اللي انت عايز تحصل عليه، البرودكت انت عايز تحصل عليه، فبتشوف الـ يعني ما يحده من جميع الاتجاهات في الاكس والواي والزد، وبعدين بتزود على الاكس والواي بتاعته من مقدار اللي انت هتشيله في البروفايلنج. اما لو كان تيرنينج الموضوع ابسط بكتير، فانت بتختار اول دايامتر ستاندرد. يعني بقى انت لو تيجي تعمل عمليه تيرنينج انت مش انت بتجيب البارز ديت من المصانع اللي هي بيسموها يعني المصانع المورده او المصانع الام بقى نفسها اللي هي بتنتج الحديد نفسه على ايه اتبارات وستوكات وانجوتس، دي مصانع الحديد دي اللي بتنتج سيمي فاينل برودكتس، مش لا ما بتنتجش فاينل برودكتس، هي فيدنج اندستريز بيسموها الفيدنج اندستريز، يعني الصناعات المغذيه، هي ما بتروحش تجيب منها المنتج نفسه، لكن هي بتنتج زي ما قلت لك كده الانجوت، انجوت بيبقى بلوكت ميتال سواء ده كان حديد او كان الومنيوم او وات ايفر كانت السبيكه اللي انت بتتعامل معاها، هي بتنتج لك منها انجوت، بتنتج لك منها بارز قطاعات. فانت هنا بالنسبه لنا في التيرنج انا عايز البار دي، فلما باجي اروح البار ديت هو البار ده المصنع بتاع الفيدنج اندستري دوت عامله مش مخصوص عشانك، هو عامله عموما، فبيبقى ليه ستاندرز، الدايمتر بتاعته بيبقى ستاندرد واطوال برضه بتاعته بتبقى ستاندرد، فانت طبيعي جدا انك بتشوف اكبر دايمتر عندك في البارت وتجيب اول دايمتر اكبر منه من الستاندرد. يعني لو انت مثلا اكبر بارت عندك اكبر دايمتر في البارت عندك 48 وتفتح الستاندرد وتشوف اول دايمتر اكبر منه كام، يطلع مثلا 52
50 يبقى لازم اجيب 52. مش بكيفي بقى، مش بكيفي اجيب الدايمتر ده زي ما انا عايز، هو ده مفروض عليا من الستاندردز اللي موجوده. ده بالنسبه للدايمتر. اما بالنسبه للطول فغالبا بيبقى طول كبير، بيبقى بالامتار، يعني ممكن تجيب بار 4 متر مثلا وتجيب منه مثلا 10 بارات. عايز 10 بارات 4 متر، دي الطلبيه بتاعتك، بتروح رايح طالب الطلبيه ديت، الطلبيه تونس انها تجي لك، بتروح حاطط الايه التيرن بارت بار ده، تبدا انت تقطعه، او ان انت في بعض مكانات سي ان سي بتاعت التيرنينج وغالبا ده اللي بيحصل، بيبقى الفتح ورا السبندل بيبقى مفتوح، فبتقدر تسند، بتحط سندات تسند البار، وبيحصل طبعا عمليه اوتوماتيك فيدنج للبار دوت، يعني كل شويه يخلص بارت وتروح عامل بارتنج اوف وتروح ساحب، وبعدين تروح مخلص وعامل بارتنج اوف وبعدين تروح ساحب وهكذا. طيب ده بالنسبه لموضوع الرو ماتيريال سبيسيفيكيشن. طيب الطول بقى اللي انت هتسحبه ده احنا بنسميه البروترودنج لينث، بروترودنج لينث يعني الجزء البارز من الورك بيس او من الرو ماتيريال او من البار خارج الشك، بنسميه البروترودنج او الجزء البارز ده لينث دوت. يعني غالبا انا بنحدده في الامتحان عشان نوفر على نفسنا ونبقى كلنا مستخدمين نفس الدايمنشنز. فجزء البروترودنج لينس دوت المفروض ان انا احدده بناء على ايه؟ بمسك الطول بتاع الورك بيس بتاعتي او البارت واجمع عليها الحاجات اللي انا متوقع ان انا اشيلها، زي مثلا الفيسنج، يعني متوقع ان انا اعمل فيسنج وبالتالي بزود الفيسنج، متوقع ان انا اعمل بارتنج اوف في النهايه، لازم اعمل حساب القصه ديت، برضه بيبقى في مسافه لان الطول وهي بتعمل البارتنج اوف بتبقى قريبه جدا من الشك، فلازم اسيب مسافه بينها وبين الشك، فده بنسميه سيفتي زون عشان ابعد عن البارت هولدر او التشيك وات ايفر كان ايه. فده بالنسبه للسبيسيفيكيشن للرو ماتيريال في حاله التيرنينج. طيب بعد كده السيكونس وان في البيننج اوف التيرنينج بيتحط بناء على المينيمم تول تشينجينج، ده استراتيجي طبيعيه جدا منطقيه جدا ان انت ما تحتاجش تول وبعدين تكتشف بعد كده انك احتجتها بعد خطوتين وثلاثه، يبقى انا كل اللي اقدر اعمله بالتول ديت حاليا يتعمل. هل ممكن ارجع تاني لنفس التول؟ ممكن ارجع تاني لنفس التول، وده يبقى شيء مقبول جدا في حاله لو كان هناك استحاله ان انا اعمل البروس الاوبريشن ديت دلوقتي. يبقى انا دلوقتي عارف مثلا ان انا هعمل دريلنج، لكن قبل فعملت دريلنج وبعدين في سطح تاني اصلا هيتعمل فيه دريلنج، لكن السطح لسه ما ظهرش اصلا، ما اتعملش الدي فيتشرنج، فساعتها انا مضطر ان انا اعمل بقيه الاوبريشن ثم استرجع مره اخرى التول ده. كده في الحد ده هو مقبول، لكن في العموم احنا بنطبق قاعده المينيمم تول تشينجينج، تقدر تحط كده جنبها يعني ايه، يعني اف ابليكابل، يعني لو كان ده متاح، لو ما كانش متاح يبقى على الاقل احنا عملنا تشيك اب ان هو مش متاح. بالنسبه للتورنج فاحنا زي ماكينه المينينج بالظبط، برضه ماكينه التورنج بيتعرف بيها التول ليست، يعني اول ما بتشتري ماكينه المينينج وماكينه التورنج زي بقول لك انت ممكن تقعد يوم كامل تعمل سيتنجز للمكنه، يوم يعني ده ممكن اسبوع كمان تعمل سيتنجز للمكنه، انك بتحط كل تول في التول هولدر بتاعها وبعدين بتركب التول هولدر في مكانها في المكنه في التول مجازين. فنفس الكلام برضه هنا، فعندي في ماكينه التورنج ممكن يبقى عندك طارت برضه نفس الكلام، عندي ممكن عندك تول تشينجر، عندك تول مجازين، فبالتالي نفس الحوارات بالظبط اللي احنا كنا بنعملها في الميلينج هي نفسها اللي موجوده هنا في التيرنينج. فبيبقى كل تول للتول كود بتاع او تي كود بتاعته، مثلا تي 48 بيبقى التول بتاعت اللانجوج تيرنينج. الفرق طبعا في الميلينج من التيرنينج ان ده تيرنينج وده ميلينج، يعني طبيعي ان هنا التولز هيبقى شكلها مختلف. عندي هنا التولز بتاعت اللانجوج تيرنينج اشكال وانواع، تول الرافنج غير التول الفينشنج، التول الرايت هاند غير التول الليفت هاند، يعني بعمل خراطه من الشمال لليمين غير ما اعمل خراطه اليمين الشمال، ده مش اي كلام كده، يعني ما ينفعش اروح بالتول الشمال وارجع يمين، الكلام ده يا جماعه ده بلدي، ده شغل بلدي، لكن احنا بنتكلم بروفيشنال وايز. يبقى عندك اي تول للتيرنينج بيبقى سنجل بوينت تول، سنجل بوينت تول هناك حد قاطع واحد، ولما بنقول حد قاطع واحد فالمقصود بيه حد قاطع واحد رئيسي اللي هو بيبقى المين كاتنج تول، ولكن بيبقى هناك ايضا سكندري كاتنج تول عشان يشيل ما تبقى من الماتيريال في حاله وجود السبرينج باك ده، اكيد في حاله وجود دايما سبرينج باك ده، قصدي في حاله ده لازم هيحصل هناك سبرينج باك نتيجه البريشر او نتيجه الراديال فورس ما بين التول ما بين الورك بيس، وهناك جزء هيرتد من الدايمتر مره اخرى، فبالتالي بنعمل السكندري كاتنج ايدج او سكندري كاتنج او سكندري كاتنج ايدج ده عشان اشيل ما يرتد من الماتيريال نتيجه السبرينج باك. فده بالنسبه للقصه بتاعت التولز. وفي الاخر بنكتب البارت بروجرام اللي حقق لي المينيمم بلوك نمبرز. طبعا انا طبعا بقالي دلوقتي بتاع ربع ساعه بتكلم في كلام ثيوريتيكال جدا ونظري جدا، لكن التنظير ده مهم، وانا معتمد دلوقتي ان انت احنا بنتكلم اونلاين فعندك فرصه انك تسترجع الكلام ده تاني. ف يعني وانت بتيجي تعمل
اعاده يعني تتفرج على الفيديو هتلاقي السلايد ثابته، عشان انا مش انا دلوقتي بتكلم كلام مهم، يعني اللي انا بقوله دوت مش كله هيتكتب في السلايد. اتناقشنا في النقطه دي قبل كده، ان انا استحاله انا برتجل، انا بقول لك الحاجات اللي ايه اللي انا عايز اقولها لك، مش ممكن كل كلمه انا هقولها هتتحط في السلايد. فانا معتمد على مش بس ان انت معاك السلايد، انك معاك الريكوردنج. فدي نقطه مهمه، ما حدش يذاكر السلايد من غير الريكوردنج. السلايد زي ديت اللي هي سلايد رقم 3 اللي قدامنا دلوقتي ديت، لما تيجي تذاكرها هتلاقي الكلام اللي مكتوب دوت هو واحد على 100 من اللي انا قلته. فلازم تمشي الاثنين مع بعض، السلايدنج مع اصل السلايد مع الريكوردنج. المهم تعالوا ناخد يعني مثال بسيط، طبعا بس مش هقعد بقى ايه يعني، دي مثال عبيط، انا المفروض كنت اشرح الكلام ده في اول السنه خالص، فهنعديه كده سريعا. انا بس عايز اقول لك طريقه التفكير. فرضا ان انت عندك بارت بالخيابه دي، دايمتر 10 وطول 20. طيب في الحاله ديت انا هنقي اول دايمتر ستاندرد اكبر من اكبر دايمتر موجود عندي في البارت. اكبر دايمتر عندي موجود في البارت 10، لان اصلا ما عنديش دايمتر صغيره. فاول دايمتر كان ستاندرد اكبر منه كان 12، الطول هنا 20 هزود عليها 40. ليه؟ عامل حسابي 2 ملم الاونس للفيسنج، وعامل 3 ملم للبارتنج اوف، وعامل 15 ملم للسيفتي زون. طيب السيكونس هنا ببساطه هعمل فيسنج، وبعدين هعمل لانجوتيودنال تيرنينج، وبعدين هعمل بارتنج اوف، وحددت التول ليست اللي انا عايزها. وهنا التول تشينجر كده يعني، طبعا احنا دلوقتي مش محتاجين بقى نروح للتول تشينجر، مش محتاجين ان انا اديك الاكس والزد بتاعها، لان احنا عارفين خلاص بتروح للتول تشينجر ازاي باستخدام امر جي 53 او جي 28 زي ما احنا. الكلام ده زي ما هو منطبق على الميلنج يا جماعه، منطبق على التيرنينج، منطبق على اي مكنه سي ان سي. هتقدر تعمل موضوع الجي 53 وجي 82 جي 92 كلهم موجودين هنا عادي جدا، مفيش اي مشكله. طيب زي ما قلنا المره اللي فاتت في الميلنج، وبنعيد الكلام ده في التيرنينج، وانت بتعمل البارت بروجرام محتاج ان انت تقسم البارت بروجرام بتاعك الى مجموعه من المقاطع، كل مقطع فيها بتتكلم عن اوبريشن. فانا مثلا هنا بص رسمه زي ديت هتوفر عليك انت، اولا هتلاقي ان في حاجات كتير جدا بقت سهله بالنسبه لك بعد ما رسمت الرسمه دي، وانا كمان كمصحح بالنسبه لي رسمه زي ديت هتريحني جدا في التصحيح، لان انا بعرف انت كنت بتفكر ازاي. ادي 15 ملم سيفتي زون، 3 ملم فيسنج، وادي البارت بتاعي اللي انا عايز احصل عليه. انا هعمل كده لانجوتيرنال تيرنينج من 12 ل 10، وادي مكان التول تشينجر، ادي كل اللي انا عايز اعرفه حاليا، لان طبعا ده بارت تعبان جدا. هنعمل السيفتي بلوك بتاعنا جي 21 او جي 71 حسب يعني انت الكنترولر بتاعك ايه، عشان تحدد ان هي مليمتر والانش، طبعا هنا مليمتر. جي 90 عشان تقول ان هو ابسولوت، وجي 94 وجي 97 عشان تحدد اليونتس بتاعت الاس والاف. طيب بتروح على التول تشينجر، وبعدين تروح مركب العده. طبعا انا هي بروح التول تشينجر بالكوردينتس، كان بقول لك انا ممكن اكتفي بقى بجي 53 اكس 0 واي 0 اكس 0 زد 0. ما تنساش طبعا هنا مفيش واي في التيرنينج، مفيش واي في التيرنينج. لو انت طلب منك انك تسبيسيفاي ماشين فورمات للتيرنينج، خلي بالك ان مفيش الواي، هو فقط الاكس والزد. بالاضافه نقطه مهمه جدا، هو ان احنا عشان غالبا دايما بنوصف بالدايمترز مش بالريديوس. ليه؟ لان انت وانت واقف في الورشه بتقيس الدايمتر، محدش يقدر الريديوس، بتقيس الدايمتر من عينك، معاك الفيرنير، معاك البكلاويز، معاك المايكرومتر، فبتستخدم الحاجات دي تجيب الدايمتر على طول. ما حدش فينا بيجيب الريديوس، تجيب الريديوس ازاي؟ استحاله. فعشان كده احنا بنشتغل دايما بالدايمتر. فاستجابه يعني او يعني تاقلما مع الوضع دوت، فاحنا برضو في البارت بروجرام الاكس بتبقى بالدايمتر. يعني انت لو انت عايز تروح هنا يعني اللي هي على بعد من السنتر مقدار 5، فهتكتب اكس 10 وليس اكس 5، وده الكلام ده لازم تكون يعني منتبه ليه. لو انت مثلا تول تشينجر هنا على بعد 50 من السنتر، فلو انا عايز اروح تول تشينجر هكتب اكس 100، تمام؟ فالاكس هنا بتبقى الدايمتر، وطبعا الزد عادي بتبقى زي ما احنا اتفقنا في اتجاه الورك بيس بتبقى بالنيجاتيف، عكس اتجاه او انت رايح الناحيه الثانيه بتبقى في البوزيتيف. احنا بالنسبه لنا طبعا اول ما هنخلص عمليه الفيسنج يعني هنروح هنا عند اكس 14. ليه؟ ده انا كنت اكس 12 عشان اعمل الابروتش الاونس. ما ينفعش ان انت تروح صادم التول على طول بالورك بيس، بالذات انك ممكن تكون لسه مدي امر الحركه، والحركه طبعا زي ما انتم عارفين بتاخد وقت عقبال ما توصل للبيك. يعني لما تيجي تقول ام 03 اس 500 ار بي ام، او طبعا 5000 ار بي ام رقم ممكن يكون كبير شويه، فبتاخد وقت اللي بنسميه عمليه الرامبنج عقبال ما توصل للبيك بتاعه السرعه. فبالتالي انت ممكن تسبب ان البارت او البلوك دوت يتنفذ ولا تزال السرعه لم تصل الى البيك بتاعتها. مجرد طول ما تروح هناك يبدا يحصل احتكاك مؤذي جدا ما بين التول وما بين الورك بيس، قد تفسد الورك بيس، والاسوء من ده
هو انك ممكن تفسد التول نفسها. فبالتالي لازم انت يعني لما تيجي تحط التول ديت في مكانها قبل ما تعمل الفيسنج تقف بعيد، ما تقفش عند فاي 12، اقف عند فاي 14. وبعدين كل اللي فاضل لك دلوقتي انك تقلب بقى من جي 00 الى جي 01 اللي هو الماكسيمم فيد اللي موجوده على المكنه، ثم تدخل لغايه الاكس 0. يبقى انت كده خلصت الفيسنج. وانت واقف في نفس مكانك هتقول جي 92 اكس 0 زائد 0، ده معناه ان انا بنقل نقل مؤقت temporary offset of machine 0 to the part face اللي هو هنا في نفس المكان دوت. طبعا راعي بقى لو انت كنت بتوصف التول تشينجر ككوردينتس، فساعتها الكوردينتس ديت هتتغير او الاحداثيات ديت هتتغير من النقطه ديت، هتتقاس بدل ما كنت بتقيسها من النقطه اللي ورا خالص ديت هتقيسها من النقطه بتاعت الفيس بتاعت الورك بيس او البارت. طيب احنا دلوقتي هنعمل عمليه لونجيتودينال تيرنينج، لسه احنا ما استخدمناش فيكسد سايكلز ولا اي حاجه خالص، فهنعمل لونجيتودينال تيرنينج عادي برضو. لما نيجي نقف هنا مش هقف بالظبط عند زد 0، لكن هقف عند زد 2 وبعدين امشي لغايه زد نيجاتيف 20 بي ال جي 01، وبعدين نعمل ريتراكت. لازم تعمل ريتراكت عشان تروح تغير بعد كده التول تشينجر، ثم تروح عند بارتنج اوف. وانس انك تروح عند بارتنج اوف تعرف ان بارتنج اوف القلم بتاعه بيبقى بالمنظر ده، يعني بيبقى القلم ده بنسميه القلم الاورثوجونال، مثل الاورثوجونال كاتنج، اورثوجونال كاتنج. ففي الحاله ديت الابروتش حتى بنسميها الابروتشنج انجل بتبقى بزيرو، لان هو بيبقى قلم اورثوجونال زي ما انتم شايفين. لكن غير ده طبعا، غير القلم ده بيبقى فيه تول تاب. لما تيجي تقول الاكس وزد، فالتول تاب ديت اللي بتروح للاكس والزد ديت، انما انت هنا انهي نقطه بالظبط اللي بتاخد الاحداث الاكس والزد؟ النقطه اللي في النص. عشان كده هتلاقينا كاتبين نيجاتيف 21 اللي هي 20 وبعدين الواحد ونص، على اساس ان عرض القلم نفسه كان 3 ملم فهناخد منه الواحد ونص. فلما بتيجي تتكلم مع البارتنج اوف تول دوت بتعرف النقطه اللي في النص، عشان كده بنكتب زد نيجاتيف 21، والكلام ده مهم جدا جدا، والا هتجد ان البارت اوف بتاعك اترحل، وده طبعا هيسبب لك تغيير كونشنز. طيب لو انا عندي بارت بالمنظر دوت، الهدف من الكلام ده كله انك تشوف ازاي ان عمليه التيرنينج عموما بنفكر فيها، وانك تشوف ان الموضوع من غير الفيكس سايكل في منتهى الصعوبه. يعني هنا طبعا احنا هنتكلم على بارت زي ده اللي هو الاصل الرو ماتيريال بتاعته، يعني البارت اصلا احنا عايزين ننتجه هو ده، فانا بفكر في الرو ماتيريال اصلا. فانت عندك الطول الاجمالي 86 واكبر قطر كان 43، فهنفترض دلوقتي ان احنا لقينا فعلا ان القطر ال 43 دوت من ضمن الستاندرد، لكن هزود على ال 86 ديت شويه لغايه ما اوصله 105. شويه دول جم نتيجه ان انا حطيت 1 ملم فيسنج و3 ملم بارتنج اوف و15 ملم للسيفتي زون. حطيت بقى الاوبريشن او السيكونس بالمنظر ده. جدول زي ده يا جماعه لو انت حطيت جدول زي ده قبل ما تكتب البارت بروجرام بتاعك، يعني هيفرق معاك جدا وهيفرق معايا انا جدا كمصحح طبعا. طب برضو تحط التول ليست، عشان انا ممكن ما اجبركش التول ليست معينه في المكنه، فانت تحط مبدئيا كده التول اللي انت عايز تستخدمها، تول 01 تي 01 ديت هي الفيسنج تول. فانا عارف لما تيجي في وسط بارت بروجرام تستخدم تي 05، اروح رايح للجدول دوت واشوف التي 05 ديت طلعت ايه، دي طلعت البارتنج اوف تول اللي انت حاططها لي 3 ملم. It's up to you تماما انك تحط design your own tool list. ف tool change the coordinate برضو زي ما قلت لك انا ممكن ما اذكرها لكش خالص في الامتحان، فمش عايز حد يناديني عشان يقول لي tool change the coordinate كام. اسعار ما ذكرتها لكش ما تستخدم على طول الجي 53 اكس 0 زد 0، ده غالبا اللي هنعمله. طيب عادي برضو بنبدا بالسيفتي بلوك، وبعدين بروح عشان اركب اول تول، وبعدين بعمل عمليه الفيسنج عادي خالص، وجي 92 عشان احط الزيرو الجديد. هنا بقى عايزك تلاحظ معايا الاتي. بص بقى، لو انا ما كانش عندي الفيكسد سايكلز الخاصه بالستريت تيبر او التيبر تيبر او الستريت اونلي او التيبر اونلي، لو انت ما كانش عندك الفيكس سايكل اللي هي جي 84، هتضطر ان انت تعمل الكلام دوت بنفسك، لان مش ممكن ابدا تقطع من فاي 35 لغايه فاي 17 جاست ان وان شوت. فبالتالي انت محتاج انك تديفايد الجزء دوت او الدبس اوف كات دوت الى اسفات اصغر. طبعا زي ما قلت لكم الموضوع دوت ديبندز تماما على ساينس كامل، وهو دراسه الثيري اوف ميتال كاتنج، عشان تكون عارف التول اللي انت بتقطع بيها والماتيريال اللي انت بتقطع فيها. الكلام ده كله بيحدد في الاخر الماكسيمم ديبث اوف كات اللي انت متوقعه للبارت بتاعك. طيب انا دلوقتي لو انا كنت هشتغل عادي مانيوال، مش هشتغل من غير فيكس سايكل، فراعي هنا ان انت هتضطر تحسب الاكسنت بنفسك، هتضطر تحسب الزدز بنفسك. بص احنا هنا دخلنا في انتجر نمبرز، يعني هنا زد نيجاتيف 34.737، انا حاسب الكلام ده بنفسي بناء على الدايمنشنز هنا، بناء على الزاويه اللي انا حددتها هنا. فبناء على الكلام ده انا ابتديت اعرف الاكس والزد بتاعت كل جزء في البارت. فطبعا الكلام ده كله المكنه بتحسبها بالنيابه عنك في حاله لو انت استخدمت الفيكس سايكل، بدل ما تضطر ان انت بنفسك تحسب الكلام ده
الكورسات مانيولي. فبس حبيت اوريك رسم زي ديت، رسم زي دي انت اللي كنت هتعملها في حاله لو انت كنت عايز تعمل البارت دوت بنفسك. ولكن لو انت هتشتغل فيكس سايكل، كل اللي عليك انك تقول له ان انا عايز الرافنج يتم بي دي 2 كذا او دي 3 كذا، فساعتها هو بيحدد لك الالاونس اللي انت بتشيله او الماكسيمم ديبث اوف كات اللي انت مسموح لك تشيله في الرافنج. طبعا برضو في حاجه تانية، خلي بالك لو انت كنت عايز تعمل فينيشنج، فبالتالي كنت هتضطر تعمل اوفست لكل البروفايل ده بمقدار مثلا وليكن نص ملي او 0.2 من المليمتر. تخيل انت بقى في الرافنج كنت عايز تعمل اوفست بمقدار 0.2، فهتجد ان الدايمنشنز اتغيرت خالص عشان تعمل الدايمنشنز ديت وتقعد تحسب الحسبه دي، هتلاقي الموضوع مزعج جدا جدا. فالكلام ده كله الفيكس سايكل هي اللي بتقوم بيه بالنيابه عنك. طيب احنا لو هنعمل الكلام ده بالفيكس سايكل، هنستخدم الاول اونلي ستريت، وبعدين هنعمل ستريت تيبر، وبعدين هنعمل ستريت تيبر تاني، ويبقى خلصنا مساله في ثلاث خطوات. طيب لكن احنا هنا طبعا هنضطر ان احنا نعمل الكلام ده كله بنفسنا. الناس اللي بتتلخبط في الجي 02 ولا الجي 03، طيب احنا بالنسبه لنا في التيرنينج في ستاندرد اللي احنا بنتكلم على فوق، يعني انت لو انت بصيت على البروفايل، فلو انت بصيت لتحت هتجد انت ماشي هنا كاونتر كلوك وايز وماشي هنا كلوك وايز، ماشي لا سحر ولا شعوذه، هو نفسه هو البروفايل اهو، وهنا فوق هنا كلوك وايز وهنا كاونتر كلوك وايز. فالستاندرد احنا بناخد الجزء الفوقاني، فبالتالي انا اعتمد ان انا مشيت هنا على بروفايل كلوك وايز which is جي 02، نفس اللي احنا كنا بنعمله بالظبط في الميلنج. انا هاجي برضو عند نقطه البدايه الستارتنج بوينت واحط اي موازي للمحور الاكس، اي موازي للمحور الاكس في هذا الاتجاه، اي في هذا الاتجاه موازي للمحور الاكس، واحط كي في هذا الاتجاه موازي للمحور الزد، ومن النقطه ديت هوصف السنتر. فهحتاج طبعا ان الكي هتبقى بزيرو والاي هتبقى مقدار الريديوس اللي هو كان 3.5 ملم. تمام، فده يعني خلاصه المساله دي كلها. طبعا مش عايز ادخل في تفاصيلها لان كل الكلام ده هيتغير بمجرد ان احنا ناخد الفيكس سايكل. دي كانت مساله امتحان ميد ترم، وما كناش ساعتها برضو خدنا الفيكس سايكل، بس انا كنت حاطط لهم الدايمنشنز ديت طبعا حرام يعني يقعدوا يحسبوها، بحيث ان هم يقدروا على طول يستخدموها. وكان الهدف فعلا كله من الترم ان انا اختبر ان هم عارفين ازاي يتعاملوا مع مساله التيرنينج، وازاي يحطوا السيكونس السليم، وازاي يكتب البارت بروجرام خلاص، وفي نفس الوقت يحس بالازعاج الشديد جدا اللي احنا هنبقى فيه من غير الفيكس سايكل. المحاضره اللي بعد الميد ترم على طول كانت الفيكس سايكلز، خلاص الناس كلها كانت ادركت اهميه الفيكس سايكل، لان انت في الاخر يا جماعه البارت بروجرام اي حد يقدر يكتب اي بارت بروجرام، بس في واحد هيعمل البارت دوت في 10,000 سطر، وفي واحد هيعمله في 100 سطر، فهو ده اللي احنا بنعمله مع بعض بقى طول السنه. طيب فاذا البارت دوت، وبالمناسبه انا كنت جايب لهم مثلا التيبل ديت، وكنت حاطط لهم كده بالبنط العريض وتحتها خط نو فيسنج از ريكوايرد، واكثر من 90% عملوا فيسنج، يعني هو كده وخلاص بقى هنعمل فيسنج. فالمهم طبعا ادي ماشيين فورمات اللي احنا بنتكلم فيها، دي الاكس والزد، مفيش واي برضو، الاي والكي، مفيش جي، لان احنا بنتكلم هنا عن عمليه تيرنج، ونو fixed cycles equipped على المكنه ديت. في الحاله ديت زي ما انت شايف كده هنمشي بنفس الخطوات بالظبط، مش هنعمل بقى فيسنج، ولكن هنضطر ان احنا نمشي بنفسنا على البروفايلز اللي انت شايفها بالدوتد ديت بنفسنا لغايه ما نوصل في الاخر للشكل ده. ارجوك تاني في الميلنج والتيرنينج لازم ترسم، وقصدي هنا بالرسم مش رسمه واحده، لا انت كل ما تيجي تعمل اوبريشن هيحصل دي فيتشرنج، في جزء من الماتيريال هيتشال وجزء هيتبقى، فانت لازم تضلل الجزء اللي اتشال وتبين الجزء اللي اتبقى. ده والله هيفرق معاك جدا، لانك هتجد ان كان ممكن تتلخبط كتير في الدايمنشنز، ولكن الرسومات ديت هي اللي انقذتك من اللخبطه ديت. طيب بعد كده الكاتنج بقى ستريت والكيرف وتفضل ماشي كده. طبعا احنا بالنسبه لنا لو كنت هعمل حاجه زي كده بالفيكس سايكل كنت هتعمل الجزء دوت ستريت، وبعدين كنت هتيجي تشيل الكلام ده بالبروفايل على مرتين او ثلاثه، او يعني براحتك انت، براحتك بقى تقدر تشيل الكيرف دوت لوحده، وبعدين كنت هتعمل مع الجزء دوت على انه ستريت تيبر صح، وبعدين الجزء ده في الاخر الجزء اللي هيتبقى لي بقى هنا حاجه زي سلندر. تمام، عشان تحول السلندر للسفير كنت هتمشي كده على نفس البروفايل اللي احنا هنمشي عليه. لو انا همشي كده زي ما انتم شايفين ده بالمنظر دوت هيبقى كاونتر كلوك وايز، يعني هستخدم الجي 03، وما تتخضش من المنظر، ما تتخضش من المنظر، ادي الستريت، ادي نقطه الستارتنج بوينت، ادي الاند بوينت. انا اصلا اوريدي كنت قايلها لهم، يعني ادي كده الاند بوينت الاكس بتاعتها ب 4.8 طبعا، بس اضربها في 2 لان ال 4.8 دي كانت السنتر from center يعني ده الراديوس، و23 ده الزد، فبالتالي تقدر تجيب احداثيات النقطه النهائيه. اما بالنسبه للاي والكي سوري، فهذا كده محور كي وادي كده محور الاي، فمن النقطه ديت توصف السنتر، يبقى الاي هنا بصفر والكي هنا هيبقى نيجاتيف 12.
تمام. فده اللي انت هتلاقيه في الاخر خالص وانت بتيجي تعمل البروفايل. ادي بروفايل اهو G03 وبعدين اكس 9.6 اللي هي 4.8 في 2 زد نيجاتيف 23 والاي بي 0 والكي نيجاتيف 12. يبقى انت كده خلصت بروفايل. اما الباقي كله فكان مجرد بس يعني بالنسبه يعني بالنسبه لحد ما خدش الفيكسد سايكل مجرد ان هو يمشي على بروفايل بالاكس والزد، كلام عبيط يعني. لكن احنا دلوقتي كناس خدنا فيكسد سايكل هنعمل هنستخدم الجي 84 عشان نعمل ستريت ثم ستريت مره اخرى ثم ستريت مره ثالثه عشان تعمل الكلام ده. طبعا كل واحده من ديت ليها توصيف، يعني ممكن تستخدم جي 84 هنا ثلاث مرات وبعدين تستخدم الجي 84 هنا بس الستريت مع التيبرت وبعدين تاخد الجي 03 ديت ويطلع عندك الشكل ده في النهايه. طيب مثلا احنا اشتغلنا بقى بالفيكسد سايكل النهارده. محاضره بسيطه خالص زي ما قلت لكم، التيرنينج ما فيهاش بطبيعه الحال باترن، ما فيهاش ميرور لان اصلا الميرور موجود، يعني مش محتاج تعمل ميرور زي الا زي ما قلت لك كده. لو مثلا السطح ده يعني انت جيت على وش السلندر هنا ولقيت فيه مثلا تقوب داير داير، هنا في الحاله ديت هحتاج ان انا اعمل ايه الكلام ده. لو كان متوفر على مكنه التيرنينج، لو كان مكنه التيرنينج بتاعتك تقدر تعمل الشكل ده اصلا تقدر تعمل الدريل بالمنظر ده، فساعتها ممكن هستخدم الاكس والزد على طول. اما لو كده ممكن افك البارت ده خالص من التيرنينج، مش انت ايه اللي اعمل لك ازعاج يعني، فك خالص البارت دوت ووديه على مكنه الميلنج واعمل الكلام دوت هناك. فزي ده اللي بقول لك عليه، يعني ده إيه انت مش مضطر انك تتعامل مع مكنه واحده، مش مضطر انك تعمل مكنه تيرنينج وبس وخلصت على كده. فلو طلع لك بارت ثاني عايز تعمله في الميلنج فتحس ان انت خلاص يعني مش عارف تعمل ايه، فك يا سيدي بارت مع التيرنينج وشكرا لمكنه التيرنينج خلاص كده رصيدها خلص، وهنروح لمكنه الميلنج ونعمل الكلام دوت هناك. طيب الفيكس سايكل ازاي بقى بتكون علينا؟ ان هي ممكن لو انت عندك ستريت فقط او تيبر فقط او ستريت تيبر او تيبر تيبر، في الاربع حالات ديت بنقدر استخدم الفيكس سايكل جي 84. طيب الارم كده عشان الناس يعني لازم تنتبه للنقطه ديت. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت وبعيد تاني هم المره دي، الفيكسد سايكلز اللي احنا بنستخدمها هنا مجرد امثله، يعني ممكن جدا 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 تتعامل مع كنترولرز ثانيه تجد فيكسد سايكلز ثانيه خالص، ده حاجه عاديه جدا. مفيش هنا يعني موديل انسر، مفيش هنا حاجه محدده، لا انت براحتك اكوردنجلي الكتالوج او اكوردنجلي الفيكسد سايكل بتاعت الكنترولر اللي بتتعامل معاها. واحد بيتعامل مع فانوك، واحد بيتعامل مع هايدنهاين، واحد بيتعامل مع فاجر، واحد بيتعامل مع سيمنز، كل واحد من واحد بيتعامل مع كنترولر هاس الامريكي، واحد بيتعامل مع كنترولر صيني، كل واحد من دول بيبقى ليهم الستاندرز بتاعته. وعايز اقول لك نفس الكنترولر نفسه بيبقى فيها اصدارات، يعني بيبقى فانت لازم تكون عارف يعني تدخل في الكتالوج او تدخل في المانيوال بتاعه المكنه وتشوف الفيكس سايكل انت هتستخدمها ديت المفردات بتاعتها ايه. فما تحطش في ذهنك وتربس دماغك ان الجي 84 دائما وابدا هي التيرن كان سايكل، لا انت ممكن تجد ان هي جي مختلفه تماما في المكنه اللي انت هتتعامل معاها. ما ترجعش بقى تقول ساعتها ايه ده احنا اتضحك علينا. انت اللي ما فهمتش الموضوع بمنتهى البساطه. ان انت انا هنا اللي بعلمه لك ده ليه؟ يعني طب انا بعلمه لك ليه بقى؟ هل انا ممكن اقعد اجيب لك كل الكنترولرز اللي في الدنيا وكل الاصدارات بتاعتهم واجيب لك ساعتها كل اللينجوتينال تيرنج بتتعمل ازاي؟ اكيد لا. فانت لو فهمت نموذج واحد هتقدر تطبق الكلام ده على اي حاجه تقع قدامك. ايه اللي انت محتاج تتعلمه في الفيكس سايكل؟ هو انك تعرف المكنه بتاخد معلوماتها منين. يعني هذا السطر المكنه هتاخد معلوماتها ازاي؟ جي 84 المكنه خلاص فهمت ان دوت ان ديت لونجيتيرنال تيرنينج فيكس سايكل بتاعت لونجيتيرنال تيرنينج، فمحتاجه منك معلومات. ايه المعلومات؟ محتاجه الاكس والزد بتاعت ايه؟ بتاعت النقطه الانترميديت اللي قد لا تكون اصلا انترميديت، لان قلت لك انا ممكن استخدم هنا الفيكس سايكل ديت ان جنرال في حاله التيبر تيبر او في حاله التيبر ستريت تيبر، لكن ممكن تبقى ستريت فقط او تبقى تيبر فقط، فساعتها الاكس والزد ديت هتبقى للبوينت دول اللي هي التيرن بوينت في حاله التيرن اوفر بوينت او الانترميديت بوينت في حاله لو كان عندي تو فيتشرز، او هي الاند بوينت في حاله لو انا عندي فقط ستريت او فقط تيبر. فده بالنسبه للاكس والزد. المعلومه الثانيه اللي الماكينه عايزاها تعرفها عني برضو يعني مني انا كواحد بعمل بروجرامنج، هو مسموح لي اشيل قد ايه في الرافنج؟ ففي الحاله ديت بديها الدي 3 اللي هي السبيسفايز الرافنج ديبث اوف كات. طيب
في كمان نقطة مهمة جدا، احنا اتفقنا لو انا عايز اعمل فينيشنج، وده غالبا بيحصل يعني معظم الغالبية العظمى من التيرن بار بتعمل فينيشنج على اعلى مستوى، والسبب ان غالبا بتبقى حاجات هتركب حاجات شديدة الحساسية هتركب عليها، يعني مثلا ده ممكن يكون شافت هيركب عليه بيرنج، والبيرنج حاجة فيري 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 اكيوريت فيري يعني بريسايز بتاعته بتبقى عالية جدا، ولازم تركبه باحتياط شديد. في هنا في تورنس هتبقى فينا اتش على جي، اتش على كي، اتش على ام، فبالتالي انت هنا بتتكلم في مايكرونز، ومايكرونز هتتراجع عليك يعني فريق الجوده هيعمل بقى تشيك اب على كل الدايمنشنز ديت عشان يتاكد ان هي وزن التولرنس بتاعها وهي محققه فعلا الترانزيشن او محققه الكليرنس او محققه الانترفيرنس. الكلام ده كله يا جماعه بيتعمل بتظبيط مايكرونز في الشافت مع تظبيط مايكرونز في الهول، فالشافت بيبقى فيري فيري بريسايز بارت في اي ميكانيكال ديفايس. فعشان كده انت محتاج ان انت تحدد الفينشنج الاونسز هتكون كام، فالفينشنج الاونس هنا بتتحدد عن طريق دي 1 ودي 2 في الاكزامبل بتاعنا ده، بالاكزامبل بتاعنا، لكن انت ممكن تجد ان الكلام دوت بيتحدد بشكل مختلف في اي اكزامبل ثاني. زي ما بقول لك احنا هناخد هنا مثال، وهذا المثال هيساعدنا ان احنا نطبقه على اي حاله ثانيه، لو اتعرض علينا كنترولر ثاني، اتعرض علينا فورمات ثانيه خالص للفيكس سايكل، هنعرف نتعامل معاها بنفس المنهجيه. انا عايز اعرف المكنه محتاجه مني ايه، فهنا المكنه كانت محتاجه الاكس والزد اديتها لها، محتاجه الدي 1 او الدي 3 الاول اللي هي بتاع الرافنج، دي 1 والدي 2 اللي هي الفينشنج الاونسز، لكن في الراديال والاكسل دي 1 الراديال والدي 2 في الاكسل. لما لو عندي تيبر، تيبر هو خلاص يبقى بيجيب الكومبوننت بتاعتها، يبقى بيعمل الراديال والاكسل الاثنين مع بعض سكوير سكوير تحت الروت، فيقدر يجيب اللي هنا اكوردنج للزاويه الفينشنج الاونس هيتبقى كام. طبعا مثلا التيرن الفيكس سايكل قدامنا ديت غير مسؤول عن الفينشنج، ممكن تجد فيكس سايكل ثانيه مسؤوله عن الفينشنج، يعني هنا فيكس سايكل وظيفتها ان هي تبقي لك الفينشنج الاونس وليس مسؤوله عن ان هي تعمل عمليه الفينشنج نفسها. ففي فيكس سايكلز ثانيه ممكن انتجريتد الفينشنج بروسيس جواها نفسها، الفينشنج اوبريشن جواها نفسها، فبرضه لازم تنتبه زي ما اتفقنا فيكس سايكل تتعامل معاها امكانياتها ومحدودياتها ايه. تمام، فهنا دي 1 ودي 2 بتقدر تعرف من خلاله الراديال والاكسيال فينشنج الاونسز. اما بقى بي 1 وبي 2 دول قصتهم مهمه جدا، البي 1 والبي 2 دول بيعرفوا، خلينا نمشي واحده واحده. البي 1 بيعرف الراديال ستيب بتاعت الفيرست تيبر if exists، لو انت عندي تيبل اصلا انا ممكن يبقى عندي only straight، في الحاله ديت انا مش محتاج اصلا لا بي 1 ولا بي 2 تمام، او ممكن يبقى عندي only taper، ففي الحاله ديت احتاج بي 1 فقط. امتى احتاج بي 1 وبي 2 في نفس الوقت؟ لو انا عندي تيبر تيبر، فبالتالي انا بي 1 الراديال ستيب الفيرست تيبر، ففي الحاله ديت مثلا انا بعرف البي 1 انا عندي اصلا 20 و30 يبقى الفرق بينهم 10 على الاثنين 5، يبقى ساعتها البي 1 ب 5. اما البي 2 مش بتعرف الراديال ستيب، بتعرف الاكسيال ستيب. ففي الحاله ديت بتاعتنا لو انا عندي النقطه ديت على بعد 25، اسف على بعد 20، والنقطه دي على بعد 25، يبقى الفرق برضو 5، يبقى ساعتها بحط الراديال ستيب البي 2 برضو ب 5 او بنيجاتيف 5 حسب انت شغال ابسولوت او انكريمنتال. تمام، اذا دي كده المفردات اللي انا عايزها تتوفر في اللونجيتيودنال تيرنينج فيكس سايكل. تعالوا ناخد امثله على كده، حاله الاونلي ستريت انا عايز اعرف الزد اكس الاكس والزد بتاعت التيرن اوفر بوينت اللي هي النقطه دي بالنسبه لي، خلاص ما عنديش اصلا اوريدي تيرن اوفر بوينت، انا عندي هنا الاند بوينت مباشره، فهتبقى الاكس هنا ب 30 والزد بنيجاتيف 26. بي 1 وبي 2 مش موجودين اصلا، انا ما عنديش تيبر لا اولاني ولا تيبر ثاني. الدي 3 هنا حاطه ب 2000، الوحده بتاعتي بتبقى بالمايكرون، وده معناه بشيل 2 ملم بير تايم، اذا 44 ماينس 30 هتديني 14 اوفر 2 يبقى 7، يبقى انا دلوقتي 7 ديت هشيلها على ايه؟ 2 باي 2 باي 2 باي 1، تمام كده؟ يبقى انا هشيلها على اربع مراحل، اول ثلاث مراحل هشيل 2 ملم، وبعدين اخر مرحله هيتبقى ملم واحد هيتشال لوحده. اذا انا هنا من خلال الدي 3 حددت الماكسيمم افيلابل او الماكسيمم الاوبل cutting depth. بالنسبه للدي 1 والدي 2 انا حطيت 250 و300، اذا انا عايز 0.25 مليمتر 0.3 مليمتر في الراديال والاونسز عشان هعمل بعد كده الفينشنج. ودي نقطه كنت بقول لكم عليها، it is not responsible for executing finishing operation. Maybe بعض الفيكسد سايكلز الاخرى تكون ايضا انتجريتد جواها انها تعمل الفينشنج اوبريشن. طيب لو انا عندي اونلي تيبل،
فالحاله ديت برضو هوصف الاكس وزد بتاعت النقطه ديت، وهنا هيبقى عندي بي 1 اللي هي هتبقى 30 ماينس 22 اللي هي 8 اوفر 2 هيبقى 4، اللي هي عندي بي 1 موجوده، بي 2 مش موجوده، بي 2 هتبقى موجوده في حاله لو عندي تيبر تيبر. طب هنا ال 1500 مايكرون دول يعني 1.5 مليمتر ماكسيمم الاوبل ديبث اوف كات، ففي حاله انا بعمل رافنج لازم لا اتجاوز القيمه ديت حتى وانا بعمل الكاتنج بتاعت التيبر. طيب طيب انا دلوقتي انت بتتكلم على التيبر دلوقتي، يعني لو انا اصلا عندي منظر يعني لو انا عندي تيبر اونلي تيبر نازل من 44 لغايه المنظر ده، يعني هل الجزء ده هيتشال معايا ولا لازم اكون شايله اصلا من قبلها؟ لا عادي، انت ممكن تكون يعني انت ممكن مش شايله اصلا، يعني المنظر عادي كان بار عادي خالص كده، وتحصل على الشكل ده مباشره من الفيكس سايكل، يعني مش محتاج ان انا اتعامل مع الجزء اللي فوق ده الاول على انه ستريت وبعدين الجزء اللي تحت دوت على انه تيبر، لا خلاص انت وانس انك اديت له المنظر دوت. لكن في نقطه مهمه جدا، لازم تكون واقف فين؟ لازم تكون واقف عند السنتر ده، عند الكورنر ده، ده شرط اساسي ان انت لازم تكون محافظ على الستارت بوينت بتاعه الفيكس سايكل. فالستارت بوينت بتاعه الفيكس سايكل بتاعتي هنا ان انا هتجيب التول وتلمس هنا عند الكورنر، وانس انك عرفت له الاكس والزد بتاعه النقطه ديت خلاص هو عارف عايز يوصل للنقطه دي، وعرفت له ان اللي فيه هنا بي 1 يبقى عارف ان هنا في تيبر، فاذا الشكل ده هيتكون بشكل مباشر. بعيد تاني، محدش يعمل ستريت عشان يشيل الجزء اللي فوق ده وبعدين يعيد تاني عشان يعمل التيبر، لا هي بمجرد ما تستخدم الفيكس سايكل دوت المنظر ده هيتكون مباشره. تمام، نفس الكلام هنا برضو، طبعا هنا طبعا منطقي ان المنظر ده هيتكون مباشره، لكن اللخبطه بتحصل هنا هو ان في ناس بتروح مقسمه الجزء اللي فوق دوت لاونلي ستريت وبعدين يفتكر بقى ده اونلي تيبر، لا الكلام ده مش صحيح، الفيكس سايكل ديت كافيه جدا ان هي تشيل لك الجزء اللي فوق دوت مع الجزء اللي تحت دوت على طول، هو عنده كل المعلومات، انت واقف هنا اهو خلاص وقلت له النقطه ديت وقلت له النقطه ديت بتعريف البي 1 وقلت له الدي 3 كام وقلت له الدي 1 والدي 2 كام، كل المعلومات اللي المكنه تكون محتاجاها هتكون موجوده. تعالوا بص بقى لو حاله تيبر انت برضه زي ما انت شايف كده واقف عند النقطه دي، اديت له الاكس والزد بتاعت النقطه دي، اديت له البي 1 عشان توصف النقطه دي، واديت له البي 2 عشان توصف النقطه دي. طب ليه البي 1 بالراديان؟ البي 1 بالراديان تجيب لك النقطه ديت على طول بفعل الراديان، طب هو مش محتاج الاكسيال ليه؟ عشان هو اوريدي انت واقف هنا، فهو حسب النقطه ديت من النقطه اللي انت واقف فيها، وهنا اديت له الاكسيال ما اديتلوش الراديان ليه؟ لان انت واقف هنا، فهو بيستخدم النقطه ديت في حساب الراديال في حساب الاكسيال هنا، وبيستخدم النقطه دي في حساب الراديال هنا، فعشان كده انا هنا بديله فقط الراديال لان هو اوريدي عنده الاكسيال، وبديله هنا الاكسيال لان هو بالفعل عنده الراديال، فبالتالي النقطه ديت يا جماعه اساسيه انت لو ابتديت من هنا وعند النقطه ديت اديت له الفيكسد سايكل، يعني من اول ما وقفت بالطول بتاعتك عند النقطه دي وتم استدعاء عملت كول للفيكس سايكل ديت، خلاص هو اوريدي هيبقى عنده معلوميه الاكس والزد بتاعت النقطه دي، بالبي 1 يقدر يجيب النقطه ديت وبالبي 2 يقدر يجيب النقطه دي. البي 1 عرفت الراديال وهو مش محتاج اصلا الاكسل لان هي عند نفس الزد بالظبط، وبقى البي 2 اللي هي عرفته الاكسل ومش محتاج الراديال اللي هي عند نفس الاكس بالظبط بتاعت نقطه البدايه. فهي نقطه مهمه جدا عشان الناس ممكن تسال هو ليه ده راديال وده ليه اكسل، عشان هو مش محتاج يعرف هنا اكتر من كده ولا محتاج يعرف هنا اكتر من كده، لان النقطه ديت بالنسبه له هو اللي حسب ايه منها، فدي نقطه مهمه. فهنا في الحاله ديت لو انا كان اصلا عندي البارت بتاعي عباره عن سلندر عاديه خالص واديت له الفان سايكل ديت، فالشكل دوت بتاعي هو اللي هيتكون، لما احتاج اعمل مش محتاج اعمل اي حاجه خالص. طيب في برضه سؤال ممكن يتسال، لو انت جبت التول وحطيته هنا عند الكورنر بالظبط ممكن تحصل يعني تحصل مشكله، يحصل احتكاك لسه؟ لا ما هو انت اصلا عشان تكون فاهم الكان سايكل ديت غالبا بيبقى ليها تكمله او بيبقى في تعاريف سيتنجز للابروتش الاونس موحد لكل الاوبريشنز بتاعتك، فبالتالي لما انت بتدي له احداثيات النقطه ديت في السطر اللي قبله اوريدي المكنه بتعمل ترحيله الابروتش الاونس ديت من نفسها، فانت مالكش دعوه بالقصه دي خالص، الكلام ده بيحصل اوتوماتيك، الكلام ده بيحصل اوتوماتيك ان المكنه لو انت اديتها الاكس والزد بتاعت النقطه ديت وشافت بعديها كان سايكل جي 84 فهي بتعمل ترحيله الاكس والزد ديت بنفسها. تمام كده، فهنا الابروتش ما تعملوش انت لان المكنه اوريدي هي اللي هتعمله بالنيابه عنك في السطر اللي قبل بالظبط الكان سايكل. طيب طيب طبعا يمكن يعني جي 84
تعتبر هي اهم واحده واكتر واحده هتستخدمها، لكن برضو قد تتعرض للجروفنج. الجروفنج بنعرف الاكس والزد بتاعه النقطه ديت، نقطه النهايه الاند بوينت بالنسبه لي. قلم الجروفنج شبه جدا قلم البارتنج اوف، ولكن قلم البارتنج اوف بيقطع فقط في اتجاه الاورثوجونال، اما قلم الجروفنج بيقطع في الاتجاهين، يعني بيدخل كده وبعدين يمشي ياخد حركه اكسيال وبعدين يطلع بعدين يدخل وبعدين وهكذا، يعني يقدر يقطع بالجنب. فده المميز جدا في قلم الجروفنج عن قلم البارتي جوف، وان كان هناك شبه طبعا ما بين الاثنين. بعرف الاكس والزد بتاعت النقطه ديت، وبعرف برضو الماكسيم ديبس اللي انا اقدر اشيله في المره الواحده باستخدام الدي 3، وبعرف الويدث بتاعت التول او الدي 4. برضو في كان سايكلز ثانيه مش موجود اصلا الويدث في جروفنج تول، وبنعتمد ان المكنه بيتحط يعني ماكرو هنا بحيث ان المكنه اوريدي ديفاين التول دايمتر، لكن هنا ده يعني يعتبر اولد فاشن شويه ان انت بتحط له اصلا بالفعل التول اللي انت مركبها الدايمتر، اسف الويدث بتاعها كام، بحيث ان هو يقدر يجيب النقطه اللي في النص ويرحل كل الاكس والزد اكوردنجلي النقطه اللي في النص الجروفنج تول مباشره. من الكان سايكلز اللي انت هتتعرض لها برضو كتير في الترننج هي الكان سايكل بتاعه الثريدنج. طبعا في حاجات يا جماعه اساسيه، الثريد غالبا بتعمله شانفر، هو اساسي بتعمله شانفر، فما ينفعش تعمل شانفر بعد ما تعمل ثريد. دي من المعلومات الرئيسيه انت لازم تكون عارفها كمهندس ميكانيكا، لازم تعمل الشانفر الاول وبعدين تعمل الثريد. الحاجه الثانيه برضه لا يحبذ ان الثريد، يعني يمكن غلط شديد ان الثريد يوصل لغايه الاخر بالمنظر ده، فالاصل ان الثريد يا اما ينتهي بدري هنا بالمنظر ده، يا اما يتعمل بعديه رساس كده، يعني تعمل كده مش جروفنج، جروف يبقى كبير زي ده كده، لكن بتعمل رساس كده صغيره او زي فيلت كده صغير هنا، بحيث انك تعمل تفريغه او تخلص الجزء الاخراني ده، لان الجزء دوت عموما يا جماعه بيبقى بتركب فيه ماتيريال، بتركب فيه الرايش، بيحصل فيه سوكه، التول ما بتقدرش اصلا توصل له نتيجه الشولدر دوت، بسبب قصدي الشولدر دوت، فعشان كده بنعمل الريسيس دوت او تخليصه في الاخر هنا عشان تعمل ران اوت للثريدنج تول. طيب طبعا عارفين ان الثريدنج ما بيكونش في الغالب من مره واحده، فبتحتاج انك تعمله على ثلاث مرات، يعني السنه نفسها بتتكون على ثلاث مرات، وبيبقى الفيد او التغذيه اللي انت ماشي بيها ديت مش براحتك، الفيد ديت هي لازم تتحدد بناء على البيتش، الفيد لازم تتحدد بناء على البيتش، يعني لو البيتش بتاعتي 3 ملم يبقى انا لازم امشي 3 ملم بريفوليوشن، ده مش بكيفي يعني. ما ينفعش ساعتها اقول لك لا سرع شويه، مفيش الكلام ده، انت عايز تعمل ثريد فلازم تلتزم بالخطوه بتاعت الثريد، فلو الثريد بتاعتي الخطوه بتاعته كان 3 ملم يبقى انا لازم وانا ماشي هنا الفيد بتاعتي تبقى 3 ملم بريفوليوشن، اذا الفيد هنا اللي انا حطيتها مثلا 1.5 يبقى الخطوه بتاعت الثريد دوت 1.5، لو 3 يبقى الخطوه بتاعت الثريد دوت 3 ملم. طيب اذا انا عندي هنا الاكس والزد خلاص اللي هي بتاعت النقطه النهايه، والاف هي الفيد اللي هي لازم تساوي البيتش، والدي 4 هنا عدد المرات اللي انت عايز تعملها، هي غالبا بتبقى زي ما اتفقنا بتبقى 3، والبي 2 في حاله الران اوت اللي هي انا غالبا واضح انه مش عامل ران اوت فبنحطها بالصفر. فده بالنسبه لجي 33. اخر سايكل عندنا اخترناها لكم، وليست طبعا الاخيره في عالم الكان سايكلز بتاعت الترننج، لكن احنا اخترنا الكان سايكلز بس المهمه الرئيسيه اللي عندنا، وفي تفصيلات ثانيه كتير جدا لكن يعني لا يتسع المنهج بتاعنا ان احنا ناخدها، او يمكن كان مش بس ما يتسعش يعني مش لازمه، لانك في الاخر الهدف ايه؟ يعني الهدف ان انت تكون فاهم الكان سايكل بتشتغل ازاي وخلاص، اما لو انت عايز تتوسع بعد كده فاستنى بقى، لو انت اتعاملت مع مكنه معينه فاحسن لك انك خلاص هو دي المكنه انت يعني هتشتغل عليها دلوقتي بقى في سوق العمل، خلاص يبقى انت تفرغ بقى نفسك للمكنه ديت وشوف واقرا عنها بقى كتير وشوف المانيوال بتاعها كتير واقعد جرب كتير لغايه ما تتعلم البروجرامنج على المكنه دي تحديدا. طيب من برضه من الدريلنج من الكان سايكلز المشهوره في الترننج احتياجنا ان احنا نعمل دريلنج سايكل او ثقب في وسط الورك بيس بالمنظر دوت. طبعا لو انا كنت بتعامل مع كونفنشنال تيرنينج ماشين ففي الحاله ديت كان كونفنشنال مش سي ان سي، ففي الحاله ديت كنا بنلفف الورك بيس وبعدين بركب التويست دريل في التيل ستوك او الغراب المتحرك، وبعدين الاوبريتور نفسه هو اللي يعني العامل اللي واقف على المكنه بياخد التيل ستوك ويزقها بايده لغايه ما يدخلها جوه الايه يعني لغايه ما يعمل الدريلنج، لان هنا عكس الدريلنج المعتاد اللي انت عارفه، الدريلنج المعتاد اللي انت عارفه البنطه هي اللي بتلف والورك بيس ثابته، انما هنا الورك بيس هي اللي بتلف والبنطه هي اللي ثابته، فالبنطه هنا بتبقى راكبه في التيل ستوك وبيبقى الورك بيس طبعا عادي خالص راكبه في في الشوك، وبيدخل التيل ستوك قريب بقى يبدا في طبعا التيل ستوك بيتحرك عشان كده سميناه غراب المتحرك، انه بيقدر يقرب ناحيه الورك بيس وتبدا يزق العامل لغايه ما يوصل للدبس بالتقدير.
اما لو انت بتتكلم في سي ان سي فساعتها عادي نفس التول مجازين اللي انت شغال عليها محطوط فيها الم دريلنج والم توست دريل مثلا وليكن التارت مثلا، فالتارت هيتشال ساعتها الم اللونجيتيونال تيرننج ويتحط بداله ماكينه التول بتاع التوست دريل، وبنفس الطريقه برضو التوست دريل هتبدا هي اللي تقرب. هي ثابته في الحاله ديت، لكن على الاقل هي بتاخد حركه الفيد لغايه تدخل المسافه اللي احنا عايزينها اللي هي ال 12 ملم في هذه الحاله. اذا جي 87 خلاص الماكينه عرفت انها عملت دريلنج، الزد هنا هيبقى الدبث بتاع التول، الدي 3 الدبث بير ستروك الفيرس ستروك اللي انت هنا الفيكس سايكل ديت جنرال بتعمل حسابك ان انت بتقطع ثقب ممكن يكون عميق بالنسبه للعرض، خلي بالك انت الدايمتر غالبا بيبقى صغير بالنسبه للدايمتر بتاع الهول نفسه، النسبه بتبقى صغيره وبالتالي احتمال يكون اصلا الثقب دوت عميق احتماليه كبيره، ستريسز ممكن تكون عاليه جدا، فعشان كده ما بياخدوش في الغالب على مره واحده. فاللي بيحصل ان انا بعمل الشيب بريكنج دوت ان انا بدخل وبعدين بيحصل الدول بتفضل الدول يا جماعه يعني السبندل يفضل يدور ولكن ما فيش حركه للفيد، يعني التوست دريل يفضل يدور في مكانه عشان يضمن ان كل السطح دوت اتشال واي سبرينج باك حصل برضو اتشال ويبدا الرايش كله يطلع من خلال الفلوت. وانس ان انا طلعت عشان اكسر الرايش دوت بدخل تاني مسافه اعمق واعيد التجربه ديت لغايه ما اوصل للماكسيمم دابس بالنسبه لي هنا اللي هو 12. طيب تعالوا ناخد اكسرسايز، دي كانت مساله امتحان يعني دي الرسمه والرو ماتيريال اللي اتقال ان هو 40 والبروترودنج لينس هنا هتبقى 50. طيب البروترودنج لينس 50 ديت يبقى انا حاطط حسابي هنا ان في فيسنج، حاطط في حسابي ان في بارتنج اوف، حاطط في حسابي ان في سيفتي زون، والرو ماتيريال 40 ده واضح ان ده كان اول ستاندرد اكبر من اكبر دايمتر عندي، اكبر دايمتر عندي 32 يعني دي عندي دايمترز كتيره لكن اكبر واحد يوم اللي يكون 30 فبختار الدايمتر بتاع الرو ماتيريال بحيث انه يكون اكبر من اكبر دايمتر موجود عندي في البارت اللي هي هنا بالنسبه لي فاي 40. طيب هنبدا برضو بالسيفتي بلوك عادي وبعدين هروح للماشين للتول تشينجر، طبعا برضو زي ما اتفقنا انا ممكن اغير التول تشينجر السطر ده خالص واكتب جي 53 اكس 0 واي 0 زد 0 قصدي، بعدين رحت عند زد 40 8 ليه؟ لان انا عارف دلوقتي ان الرو ماتيريال اصلا فاي 40 دلوقتي في الوقت ده. طيب فانا هروح عند زد 48 لان اصلا البروترودنج لينس اسف 50 زد البروترودنج لينس 50 وانا عايز اخد فيسك 2 ملم فعايز اقف هنا عند النقطه ديت فهرجع ورا 2 ملم اللي هي زد 48 يبقى خطبت من 50 2 ملم يبقى زد 48 جي 01 اكس 0 عملت عملت فيسنج جي 92 عشان اصفر الايه ال 0.1 الى ماشين زيرو تمبرري عند النقطه ديت. بقول تمبرري لان مجرد ما بتقفل ام 30 بترجع كل حاجه على وضعها، بتقفل المكنه تعمل شوتنج داون ترجع تاني جي 92 بتعمل لا سيتنجز من اول وجديد. طيب جي 00 اكس 100 زد 152 تي 05 ام 06 بركب العده بتاعت اللونجيتيونال تيرننج. بص هنا على الطريقه، انا بص هنا انا هنا ادي الورك بيس اهو وابتديت احط الخطوات واضحه خالص وقسمت البلوكس بتاعتي لمجموعه من المقاطع، ادي كده المقطع ده اللي هو مسؤول عن عمليه الفيسنج وبعدين المقطع اللي بعده المسؤول عن عمليه اللونجيتيونال تيرننج مع رسمه، ده اللي انا عايزك بالظبط تعمله لما ان شاء الله نيجي نمتحن ده ان كنا هنمتحن. طيب المهم التيرنينج فروم 40 ل 32 نقدر تعمله بقى خلاص بالجي 84 اكس 32 زد نيجاتيف 33 هي نقطه النهايه و2 ملم مسموح لك ان انت تعمل سكات، انت عندك 40 و 32 فرق 8 على 2 ب 4 يعني انت هتعمل هنا على 2 ستروكس كل ستروك هتاخد منها 2 ملم. طيب بعد ما خلصت اللونجيتيونال تيرنينج العادي اللي انا نزلت منه من ال 40 ل 32 عايز اعمل بقى الستريت تيبر، فالستريت تيبر يبقى هوصف النقطه ديت، النقطه ديت الزد بتاعتها بنيجاتيف 13 والاكس بتاعها ب 24 يبقى اكس 24 زد نيجاتيف 13 وبعدين هوصف البي 1 طبعا بصفر لان هي ستريت اصلا، البي 2 هنا هيبقى الجزء الاكسي اللي هو 28 ناقص 13 تطلع ب 15 بكده اقدر اعمل الجزء بتاع الستريت تيبر زي ما انتم شايفين بمنتهى البساطه. بعد كده خلصت هعمل جروفنج للمنطقه ديت بعرف الزد بتاعت النقطه ديت والاكس بتاعتها، الاكس بتاعتها هنا زي ما انتم شايفين 20 والزد هتبقى نيجاتيف 13 وبعدين الدي 3 عشان اعرف الماكسيمم دبس اللي انت تقدر تاخده والدي 4 عشان اعرف الويدث بتاعت الايه بتاعت الجروفنج تول اللي انت مستخدمه. زي ما انت شايف بقى الموضوع بقى في منتهى التفاهه، لكن اللي بيميز يا جماعه اللي يعرف يستخدم فيكس سايكل صح هو انك تكون
عارف الفيكسد سايكل بتاعتك بمكوناتها الرئيسيه ايه، وبعدين ما بين كل فيكسد سايكل والتاني في حاجات بتبين انت عارف تشتغل ازاي ولا لا. يعني انت دلوقتي خلصت هنا، طيب مش على طول بقى كده تروح رايح، يعني مثلا هنا انت عملت الريتراكت تو ثريدنج ستارت، يعني ايه ريتراكت؟ يعني انت دلوقتي اوريدي في وسط اوبريشن، لازم تريتراكت، لازم تبعد في الزد، لازم تبعد في الاكس، او اولا عشان من اجل السيفتي، وبعدين لما تيجي تروح مثلا عند الجي 86، بص انت واقف فين؟ بص انت واقف فين؟ انت مش واقف في اي حته، انت واقف عند الستارتنج بوينت بتاعت الجروفنج، برضه نفس الكلام من قبل الجي 84 ده، انت واقف فين؟ انت واقف عند الستارتنج بوينت، النيو ستارت بتاعت اللي هي هتبقى عند النقطه ديت، اللي هي عشان تستخدم الجي 84 اصلا. فالتحركات بتاعتك اللي انت بتعملها ما بين الفيكسد سايكل والثانيه، ما بين كل فيكسد سايكل والثانيه، يعني هتبقى من ضمن الحاجات الرئيسيه اللي بركز عليها في التصحيح. يعني انا مش عايز واحد يسرد لي فيكسد سايكلز ورا بعض، انا مش بقول لك سمع، ده بارت بروجرام في الاخر، ده في مكنه هيخش لها الكود دوت، وفي تول هتنفذ الكلام ده، فهي مش رصه فيكسد سايكلز ورا بعض. ما بين كل فيكسد سايكل والتاني في تحركات هتبين مين اللي بيشتغل بروفيشنال ومين اللي بيرص فيكسد سايكلز ورا بعض وخلاص. يعني مش فكره جي 84 وبعدها جي 86 وبعدها جي 33، الكلام ده اللي حصل في النص ده كلام مهم جدا جدا وبيفرق معايا جدا، وبعرف منه مين اللي فاهم التول هتعمل ايه دلوقتي، ويعمل ريتراكت بشكل سليم، ويعمل ابروتش بشكل سليم، ويروح يغير التول تشينج بشكل سليم، الكلام ده كله كونسيدرد في عمليه التصحيح. طبعا جي 33 انا خلاص، يعني انا متخيل انت لو حفظت الفيكسد سايكل بتاعت التيرنينج، مجرد بس انك يعني عرفت كل فيكس سايكل ايه المتطلبات بتاعتها، عمليه التيرنينج، مساله التيرنينج بقت مساله فعلا 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 فيري تريفيال يعني. طيب واخيرا بتعمل الجي 87 عشان تعمل التوب دوت بتاع التويست دريل. فزي ما شايفين مساله التيرنينج بتبقى مساله هديه. ممكن بقى في الاخر يعني لو شويه رزاله كده، انا اقول لك انا عايز اعمل فينشنج واحدد لك الايه الراديال والاكسيال فينشنج الاونسز، فكل اللي انت محتاج تعمله ساعتها هو انك ترجع تاني للجي 84 وتضيف عليها الدي 1 والدي 2 اللي تقدر تسيب بيها الفينشنج الاونسز. مش بس كده بقى، لازم تختم في الاخر، لانك لغايه دلوقتي ما عملتش الفينشنج، مش مجرد انك حطيت دي 1 ودي 2، زي ما قلت لك الفيكس سايكل بتاعتنا ليها كاباسيتي. الكاباسيتي بتاعتها هنا فقط ان هي سابت لك الفينشنج الاونسز. فبعد ما بتخلص خلاص انت بقى بتمشي بنفسك مره واحده، والموضوع بيبقى بسيط جدا، لان انت بتمشي دلوقتي على الدايمنشنز اللي اوريدي موجوده عندك بتاعه البارت الفاينل، فما انتش محتاج تحسب اي حاجه خالص، الحسبه كلها كانت موجوده في مرحله الرافينج. طيب دي برضو مساله ثانيه بس تقدروا انتوا تحلوها بقى مع نفسكم. انا متاكد طبعا ان انا يعني براجع بعد مراجعه، يعني انا اوريدي الدكتور منير شرح الكلام ده، وبعدها جون دخل وشرح الكلام ده، وحتى انتوا امتحنتوا كويز الاسبوع اللي فات في الكلام ده، فانا بس بعمل مراجعه عشان يبقى احنا كده غطينا الموضوع يعني من اكثر من اتجاه. طيب انا كده خلصت الحمد لله، ما فيش حاجه تانية عايز اقولها النهارده، معلش المحاضره النهارده قصيره ساعه. لو عايزين تسالوا دلوقتي نسال مفيش مشكله، عايزين نحدد الخميس اللي جاي نتقابل مخصوص عشان الاسئله، انا ما عنديش اي مانع خالص. انا بالنسبه لي خلاص انا كده يعني خلصت المنهج، خلصت اللي انا عايز اقوله سواء في الهاردوير او في السوفت وير، وهرجع بقى الميكروفون للزميل دكتور منير، هو لو عايز يشرح حاجه اضافيه مفيش مشكله، لكن انا بالنسبه لي كده خلاص. حتى انا برضو استاذنت جون يوم الاثنين اللي فات، قلت له ما تتقابلوش في الكليه تاني خالص، خلوا كل مقابلاتكم اونلاين، ربنا يحفظكم جميعا. لو انتوا احتجتوا اي حاجه احنا نقدر نتقابل اونلاين، مفيش اي حاجه تستدعي حاليا ان احنا نتقابل بنفسنا في الكليه. انا برضو قلت له يطلب منكم assignments، الكلام اللي جاي ده يا جماعه مهم جدا، الكلام الاداري ده مهم جدا، قلت له برضه يطلب منكم الشيتات اللي احنا قاعدين بنحلها طول السنه، انا عايز اجبرك انك تحلها، عايز اجبرك انك تحل الشيتس ديت بايديك. كل انت قاعد بتسمع كاني بالظبط بقول لك فزوره وحلها، فبيبقى الموضوع بالنسبه لك ده شكله بسيط جدا، تيجي تشتغل بايدك تبدا تكتشف تفاصيل انت كنت محتاج تشتغل بيها بايدك، انا عايز اجبرك انك تحل بايدك، وفي نفس الوقت يبقى عندي حاجه اقدر ارفع بيها الدرجات ان احتاجنا ان احنا نرفع درجات ميد ترم او كويزات. طبعا عندنا دلوقتي يا جماعه الكويز 1 وكويز 2، وعندنا الميد ترم، وعندنا الاساينمنت اللي ضربه دكتور منير، انا مش فاكر طلب كام اساينمنت الحقيقه، بالاضافه الى الاساينمنتس اللي انا طلبتها. الاساينمنتس اللي انا طلبتها هي الشيتات اللي كان باشمهندس جون بيحلها مع حضراتكم، وطلب منكم يوم الاثنين اللي فات، اللي ما يعرفش طلب منكم ان انتم تحلوها وتسلموها. الكلام ده ان شاء الله برضو هيبقى كونسيدرد من ضمن اعمال السنه. بالنسبه يا جماعه اي حد عنده اساينمنت متاخر، اي حد عنده اساينمنت متاخر يقول باشمهندس جون العذر بتاعه ويسلمه. انا هنا هعتمد ان احنا يعني في فتره يعني مش طالبه كمان ان في حد يقعد ايه يعني يتلاعب بينا،
فانا هعتمد على الامانه الصرف في موضوع الاساينمنتس. اما موضوع الامتحانات فهو سنترال، انا كلمت الدكتور تامر النادي وقال لي ان الموضوع دوت سنترال، يعني اي حد عنده عذر لازم بيقدمه، كمان عنده عذر مثلا ايام كويز 1 ايام الميد تيرم ايام كويز 2 اي حاجه فيها امتحان لازم يقدم عذر رسمي للكليه زي ما قلت لكم بالظبط، زي ما قلت لكم بالظبط. فتاكيدا بس على الكلام اللي قلته لكم، لازم تقدم عذر رسمي للكليه، والكليه بتنزل على السيستم يا اما اكسبتد يا اما ريجكتد. فلو اكسبتد بعد كده الكليه بتخاطبنا وتقول لنا الفلان الفلاني وفلان الفلاني دول كان عندهم اعذار ولو سمحتوا بعيدوا الامتحانات. فانا بتكلم دلوقتي هفصل في التعامل ما بين الاساينمنتس وما بين الامتحانات. الاساينمنتس لو انت فعلا عندك عذر يعني تطلب منك انك يعني تاخر الحل الاساينمنت، فقوله للبشمهندس جون وهو بناء عليه هيقرر، وتسلم الاساينمنت بتاعتك في كل الاحوال. لو كان ما كانش عندك عذر حتى سلمه عشان حتى تاخد الدرجه، طبعا هتتحسب ساعتها ليت هتاخد درجه اقل، ولكن على الاقل يبقى انت ضمنت اي حاجه. اما بالنسبه للامتحانات زي ما قلت لك الموضوع مش في ايدينا خالص، ما نقدرش نمتحنك اي امتحان بنفسنا كده لا انا ولا دكتور منير، لازم الكليه نفسها اللي تخاطبنا بخطاب رسمي وتقول لنا ان فلان فلان كان عنده مشكله في يوم امتحان كويز 1 او كويز 2 او ميد تيرم. طبعا انتوا تفتكروا كويز 2 حاولت قدر المستطاع ان انا ادي سماحيه للناس اللي كان عندها مشاكل، وفعلا يوميها الحشمت جون حكى لي ان في 7 امتحنوا اونلاين، فاحنا حاولنا في كويز 2 على قد ما نقدر ان ما تحصلش المشكله ديت. لكن بالنسبه للميد تيرم بالذات يا جماعه، لو في حد ما حضرش الميد تيرم لغايه دلوقتي فهتتكلم في مشكله كبيره جدا جدا، درجه كبيره جدا من اعمال السنه قد تصل لنص اعمال السنه او اكتر مش موجوده عندك. فنتكلم كده اعوذ بالله انك ممكن تسقط، في حين ان انت ممكن انت لو اهتميت بالموضوع نعيد لك الامتحان، بس انت لازم تقدم رسمي. فانا طبعا اقدر ظروف الناس جدا، وانا اصلا انا في الظروف نفسها، فانا محتاج الناس برضو تقدرني، فانا بقدر برضو الناس اللي عنده اي ظروف مفيش مشكله خالص استحمله، لكن الامتحان لازم يتعمل العذر بتاعه سنترال، وانا اعتقد ان الكليه هتبقى متفهمه جدا جدا ان شاء الله. طيب بردوا عليا بس، عايزين نتقابل الخميس اللي جاي ولا ناجلها شويه؟ براحتكم خالص. انا في كل الاحوال هبعت دلوقتي ايميل للدكتور منير واقول له انا خلصت الجزء بتاعي، واشوف هو لو عايز يدخل بقى يدخل، لو انتوا عايزين نتقابل بعد كده في الاسئله مفيش مشكله خالص. حد عايز يقول اي حاجه؟ دكتور معلش انا بس عايز اسال حاجه، بس هي عودتها عدى، هي كان حاجه في الليكتشر في جي 84 يعني حاجه بسيطه كده، انا بس ما فهمتش البي 1 والبي 2 ما عرفتش اوقف حضرتك سوري. مفيش مشكله خالص. فين اللي هنا؟ جي 84. اوكي. انا ما وانا كنت بذاكر الكويز ما كنتش فاهمها الحته بتاعت ان هو بيعرف اخر بوينت اللي هي مثلا لو هنا عند اكس 40 سوري اكس 44 زد 40 دي اللي هو اخر بوينت في الورك بيس، ما فهمتش هو ازاي بيجيبها من لوحده. بص انا لو انا ابتديت الكان سايكل، انا وقفت عند النقطه ديت واستدعيت الكان سايكل، هيعمل ايه؟ هو دلوقتي فهم الاكس والزد. هنفترض حتى التيبر اللي قدامنا ديت، هو دلوقتي قلت له الاكس والزد بتاعه النقطه دي، اذا النقطه دي موجوده عنده ماشي اوكي. لو انا دلوقتي قلت له البي 2، البي 2 ده اللي هي سوري اسف البي 1، البي 1 ده هو الراديال ستيب خلاص كده. فمن النقطه ديت هيقدر يحسب بمعلوميه الراديال ستيب النقطه ديت. ليه؟ لانه هينزل من مقدار الراديال ويشد خط، الخط ده لما يقاطع الخط دوت هي دي النقطه اللي هو عارف. تمام. ونفس الكلام هنا بالنسبه للبي 1 البي للاسف البي 2، البي 2 اللي هو الاكسل ستيب، جيت قلت له الاكسل ستيب فهيعمل ايه؟ هيروح مرحل مقدار الاكسل، يعني شد خط كده موازي ليه على مسافه البي 2، هيقاطع الخط دوت في نقطه. هو الموضوع معتمد تماما على ان البارت اصلا او البروجرام اصلا عارف النقطه دي. طب عارفها منين؟ من السطر اللي قبله، هو بيشوف انت اوريدي واقف فين، ومن النقطه اللي انت واقف فيها بيبدا يحط الدايمنشنز بتاعته والابعاد بتاعته. فلو انت جيت تعالى كده حط كده على ورقه فاضيه، حط النقطه دي وعرف منها اكس وزد بتاعت النقطه دي اوريدي معلومه عندك، وبعدين من النقطه دي اعمل بلس كده خلاص، اعمل خط موازي للخط ده هنا واعمل خط موازي للخط ده هنا اهو، هتلاقي ان انت قطعت الخطين دول في نقطتين، النقطه دي والنقطه دي، بقت كل الدايمنشنز اللي المكنه عايزاها موجوده عندها. يعني هو دلوقتي اول مره بيمشي راديال، يبقى هو دلوقتي هيخش جوه عمق الورك بيس، وهو بيتكون الشكل، المكنه بتكون الشكل ده اهم حاجه. خلي بالك اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل هو ان في
يعني في الكام سايكل في زي حسبه كده داخليه بتحصل عشان يكون بيها الشكل بتاعه، وبعد ما يكون الشكل بيبدا هو يحط الاستراتيجي ويقسم، وبعدين بيطلع منها الدايمنشنز ثم يكتب البارت بروجرام. الكلام ده كله بيحصل في كسور من الثانيه. تاني دي نقطه مهمه جدا. يعني المكنه يا جماعه لما تيجي تنفذ البارت بروجرام بتعمل ايه؟ هي بتجيب الدايمنشنز دي منين؟ يعني الدايمنشنز الرئيسيه ديت هو اوريدي كونها خلاص. تمام. خلاص لما كونها بقى خلاص، وهو عارف دلوقتي ان هو الدي 3 المفروض عامل على 2 ملم، بيبدا هو يقسم. التقسيمات ديت بتتعمل معموله مسبقا، عشان كده اسمها كاند سايكل، معموله مسبقا. اللي عمل ديزاين اصلا للكاند سايكل عمل التقسيمه دي. فبعد ما يعمل التقسيمه ديت كانه حاطط بارت بروجرام كده على جنب كله فانكشن في اكس وزد، اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5 زد 1 زد 2 زد 3 وهكذا. فلما انت بتدي له الدايمنشنز ديت هو بيقدر يحسب كل الاكسات ديت وكل الزدات ديت، فبيتحول في الاخر البارت بروجرام دوت او اسف الكاند سايكل ديت الى 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 مجموعه سطور، وليكن مثلا 20 30 سطر. المكنه بتنفذ الكاند سايكل ديت على هيئه 20 30 سطر. عشان اوفر انا على الراجل اللي بيعمل البروجرامنج اللي هو انا وانت بقى دلوقتي بنعمل البروجرامنج بننتج بسطر واحد، انما الماكينه بتفهم السطر واحد دوت على 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 اساس 20 30 سطر كانوا متعرفين لها من قبل كده. تمام. وكل اللي هي بتعمله دلوقتي ان هي بتاخد المعلومات اللي موجوده في السطر دوت تروح ايه مستنتجه بيه كل الدايمنشنز اللي موجوده في ال 20 سطر دول. تمام يا دكتور. تمام. شكرا يا دكتور. تمام يا شباب، خلاص انا منتظر ان شاء الله ان انتوا تبعتوا لي اي حاجه انتوا عايزينها، وخلينا على تواصل. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.